السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الطبخ فاطمة كويزين. اليوم غادي نحضروا لي كوكيز. هاد لي كوكيز يحبوهم بزاف الصغار والكبار تاني. في هذه الوصفة غادي تشوفوا واحد العفسة استعملتها باش نتحصلوا على المذاق تاع لي كوكيز كيما تاع برا، يعني تكون هناك قرمشة ماشي كيما الكاطو ساك. ولا هاد العفسة لازم تطبقيها في هذه الوصفة الا بغيتي تحصلي على كوكيز كيما نتاع المحلات. وما تنسوش اخواتي اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بجام وايضا بتعليق تحت الفيديو. والان سنمر مباشره الى المكونات وطريقه التحضير. بسم الله. بالنسبه لمكونات العجينه غادي نحتاجو 150 غرام نتاع السكر ما يعادل 3 ارباع كوب. هذا الكوب الذي يزن 250 مللتر تاع ماء. نحتاج ايضا الى الماء 50 مللتر. نحتاج الى الفرينه او الدقيق الابيض بالضبط 250 غرام. تقدروا ديروا حتى 300 غرام شتو العجينه تلاصق بزاف. ونحتاج ايضا الى سكر فانيلا كيس واحد او ملعقه صغيره، خميره الحلوى كيس واحد او ملعقه صغيره. نحتاج الى حبه بيض، وهنايا شوكولا اون طابلة دو شوكولا تاع 100 غرام طحنتها باش نديرها في العجينه، وايضا كميه تاع لي بيبيتو شوكولا شويه غادي نزين بها والباقيه وضعوها في العجينه. نسيت ايضا الزبده ما ذكرتهاش 125 غرام تكون طريه او مارغارين. اول حاجه غادي نعملوها غادي نوضعوا السكر مع الماء وغادي نوضعوه فوق النار، يعني مثل ما نحضروا لي ماكارو باش نتحصلوا على هذاك القرمشه كيما تاع لي ماكارو. غادي هنايا هاد الكاسوله نوضعوها فوق النار، من تبدا يغلي الخليط غادي نحسبوا بالضبط دقيقه ونوضعوه فوق الحبه تاع البيض. هنايا في الاناء راني واضع الحبه تاع البيض، القرصان تاع المحتني ما ذكرتهاش مع المكونات، وسكر فانيلا. غادي هنايا نخلطوهم وفي نفس الوقت فوق النار هاد الكاسرونه، يعني مازال ما قفلتش دقيقه نتاع غليان. هنايا نقعدوا هنايا نخلطوا الحبه نتاع البيض ونقصوا شويه للسرعه. بعد هنا يسيروا راه يغلي، حسبت بالضبط دقيقه وطفيت عليه، ومباشره وهو ساخن نقصوا من السرعه تاع الضراب ونقعدوا نفرغوا في السيرو فوق البيض، ومشي مباشره في البيض يعني على الحافه نتاع البول، وقعدوا نخلطوا غير بالعقل. يعني لو كان تزيدوا في السرعه تخافوا لا تزعطوا عليكم هذاك السيرو يكون ساخن باش ما تنحرقوش. كي تفرغوا كامل السيرو نزيدوا في السرعه تاع الضراب ونخلوه يتضرب حتى تتحصلوا على خليط مثل لا موغان، يعني حتى الخليط تلمسوه كي تلمسوا لو بول من الاسفل تلقوه برد صاي حبسوا من الخط. بعد نضيفوا المكونات المتبقيه. الان غادي نضيفوا الزبده او المارغارين، ولازم تكون طريه على درجه حاره الغرفه باش من بعد كي نخلطوا نتحصلوا على خليط يكون كريمي. وفي الاخير غادي نضيفوا الفرينه وخميره الحلوى والشوكولا. هنايا بعد ما نتحصلوا على خليط كريمي غادي نكملوا فقط بوسط اليد، لكن اذا كانت عندكم كميه كبيره ولا ضعفتوا المقادير ماذا بكم استعملوا العجان واستعملوا هذاك الانسخيمون يجي على شكل مثلث. هنايا قبل ما نضيفوا الفرينه مباشره خلطوا معها خميره الحلوى مليح باش تتوزع لكم مليح في الفرينه، وتقدروا ايضا اضافه شويه بيكربونات الا بغيتوا يجوكم مقرمشين بزاف. هنايا غادي نضيفوا الشوكولا اللي طحناها، وماذا بكم تاني زيدوا ضيفوا لي بيبيتو شوكولا. انا نسيت ما اضفتهمش، اضفت الفرينه ومن بعد حتى من بعد تفكرت باللي ما زدتهمش. الا اضفتوا زيدوا واحد 50 غرام تاع بيبيتو شوكولا، لان لي كوكيز لازم يكونوا معمرين مليح بالشوكولا من الداخل. بعد هنايا اضفت هذاك الخليط نتاع الفرينه وخميره الحلوى وتقعدوا تخلطوا جيدا، وفي الاخير غادي نتحصلوا على خليط وكانه راه يتلاصق. لكن من يريح وهذيك خميره الحلوى تتفاعل تقدروا تشكلوها ككرات. هنايا غادي نخلطوا جيدا، يعني هذا الخلط ضروري اما تستعملوا اليد ولا تستعملوا العجان اللي كان عندكم حاضر، خصوصا اذا ضاعفتوا المقادير والعجينه كانت بكميه كبيره. بالنسبه للتشكيل اما تستعملوا الملعقه العاديه باش هكا تتحصلوا على عجينه عندها نفس الوزن، بعد تكوروها وتحطوها في البلاطو، وفي البلاطو لازم توضعوا ورقه الطهي باش من بعد الكاطو ما يلصق لكمش. واما الاستعانه بهذه الملعقه الخاصه بالمثلجات باش تعطيكم حجم يكون كبير، وايضا تعطيكم الشكل كيما تاع المحلات. يعني هنايا الملعقه
ما غادي كيما تكوروش هذيك الكره ما غاديش تولي ملساه، تولي كانها محبه، وبعد الطهي غادي تجيكم كيشعر انها مشقه مثل انت المحلات. ومادا بكم كيما راكم تلاحظوا ملي راني نوضع هنايا القطع راني نباعد بيناتهم، لان هذه العجينه غادي تهبط، ومن تهبط دي قرص يكون شويه كبير، لو كان تقربوا بيناتهم غادي يتلاصقوا لكم. وهنايا من الفوق زدت وضعت لي بيبيت وشوكولا، وكما قلت لكم زيدوا وضعوا ثاني في الداخل، لانني انايا نسيت كان لازم نوضع اون طابليت مطحونه زائد لي بيبيت وشوكولا. ومن بعد راني هنايا نسخن الفرن على درجه الحراره العاديه، وطيبت زوج بلاطو مع بعض، ومن بعد قلت بيناتهم، اللي كان من الاسفل رجعته للاعلى، واللي كان من الاعلى رجعته للاسفل. ومده الطهي كانت 25 دقيقه حتى تشوفوهم تحمروا في المساحه السفليه. انا علاش درت كما لاحظتوا درت قطع صغار وقطع كبار، هذوك القطع الصغار غادي يجوا مقرمشين بزاف، لكن القطع تاع الكبار خاطر انايا في البيت ولادي ما يبغوش هذوك لي كوكيز اللي يجوا يابسين بزاف، فيهم قرمشه لكن فيهم شويه طراوه في الوسط. هادو الكبار يجو كيما هكا، لكن الا بغيتوهم يجوكم كاع مقرمشين ديروهم كاع صغار، ولا من طيبوهم وتكملوا خلوهم يبردوا عاودوا شعلوا على الفرن 5 دقائق وطفوا عليه ودخلوا البلاطو الداخل يولوا مقرمشين اكثر. كيما لاحظتوا القوام تاعها يجي مثل تاع المحلات او احسن. وصلنا الى نهايه الوصفه نتاع اليوم، وان شاء الله تكون عجبتكم. قولكم مع السلامه والى فيديو جديد ان شاء الله.